جمع الأدلة وحفظها وخزنها في العراق، هذا ما ستقوم به بعثة فريق التحقيق الدولية التي وصلت إلى بغداد، والتقى رئيسها كريم أحمد خان مع كبار المسؤولين والجهات المعنية، ومنها المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية التي ستكون الشريك والداعم الأبرز لعمل الفريق الأممي في توثيق انتهاكات تنظيم داعش في عموم البلاد. من أهم مهام الفريق هو الحصول على أكبر قدر من الأدلة للنظر في هذه الجرائم، والسرعة والوقت في هذا الموضوع مهم جدا قبل اندثار الوثائق والأدلة وغياب بعض الأشخاص سواء كانوا مجرمين أو شهود أو ضحايا وعوائلهم، فالوقت مفيد جدا في هذا الموضوع. الأوساط القانونية والحقوقية أكدت على أهمية تدويل جرائم تنظيم داعش وملاحقة المتورطين بها واستثمار تواجد الفريق الدولي المكلف بذلك لمساندة السلطات المحلية في الوصول إلى الجهات الداعمة والممولة كذلك لتلك الجماعات داخل وخارج البلاد. أي اليوم عمل دولي أممي بهذا الاتجاه هو صحيح ولا يناقض القانون الدولي باعتبارها جرائم دولية، جرائم ضد الإنسانية، وخاصة أن جرائم داعشية بالذات تحتاج إلى جهد دولي وجهد متخصص، بالتأكيد خبرات الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي أو تفرز إلى نتيجة، لأن الحقيقة اليوم على المستوى المحلي التحقيق في جرائم داعش أصبح عبارة عن عملية توثيق روتيني. وتؤكد المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق وجود أكثر من 100 مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش في المحافظات المحررة، وأن عدد الضحايا يزيد عن 4000، فيما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والخبرات لفتح المقابر الجماعية والتعرف على هوية الضحايا. وعلى الرغم من ارتقاء انتهاكات تنظيم داعش في العراق إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، بيد أن السلطات العراقية تؤكد على محاكمة عناصر التنظيم في المحاكم المحلية كون ذلك متعلق بسيادة البلاد وشأنه الداخلي. تحسين طه، قناة سي جي تي إن العربية، بغداد.